المكان جاهز لمعركة كلاسيكية في المحيط. لكن ما أن تقدم القرش حتى جرحته السلحفاة. أسماك القرش حساسة جدا حول خياشيمها، فهي لا تملك غطاء عليها كمعظم الأسماك، ما يشكل نقطة ضعف لديها. اختار القرش الصغير خصما متوحشا. بعد إصابته تراجع القرش. تاركا السلحفاة تبلغ الشاطئ بأمان وتتنفس أخيرا الصعداء. تفوق التخطيط والمنقار القوي على السرعة والأسنان الحادة.